مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، أطلقته أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزاً بحثياً ومؤسسة مجتمع مدني، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه. يهدف المشروع إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، ويعد المشروع هو العمود الرئيسي لأي منظومة صحية متطورة. ومن المتوقع أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية وتنمية العلوم الطبية وتنمية صناعات جديدة، فضلاً عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر. زي ما بنقول خطوات منتظمة، خطة موضوعة للحقيقة نهوض بمصر في كافة المجالات، زي ما بنتكلم انه كان ملفين من اهم الملفات على الحقيقة طاولة السيد الرئيس حينما تولى مقاليد الامور في مصر، التعليم والصحة. الصحة الحقيقة أنجزنا فيها جزء كبير جدا، منها التأمين الشامل ان شاء الله هتشهده مصر الحقيقة، يعني زي ما بقول لحضراتكم انه تم تفعيله في بعض المحافظات. بنتكلم كمان على يعني المبادرة الضخمة او الاضخم على مستوى العالم، وهي 100 مليون صحة اللي نقلناها مجموعة من الحقيقة الدول من اشقائنا الافارقة. عندنا مجموعة الحقيقة من المبادرات اللي طول الوقت بنشوفها للحفاظ على صحة المرأة. النهاردة الحقيقة مشروع من المشروعات القومية الضخمة والكبيرة جدا اللي بيطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في يعني نقلة نوعية كبيرة جدا في دراسة الأمراض المستوطنة للمصريين. ده معناه ايه وازاي ده هيحصل وده هيفيدنا في ايه في الملف الصحي بتاعنا عشان نقضي على هذه الأمراض المزمنة اللي بتكلف الدولة زي ما انا قلت لحضراتكم مليارات من الأرقام من الفلوس، والحقيقة كمان بتيجي على كاهل الأسرة المصرية. خلوني أرحب بضيفة حضراتكم، برحب بالدكتورة نيفين مكرم أستاذ علوم الحاسب بأكاديمية السادات وأيضا رئيس القسم. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح أهلا الخير. بحضرتك صباح الخير. موضوع كبير عايزين نشوف ونعرف أنه حينما يعني وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك وجع مع المصريين في فيروس سي المنتشر بأرقام كبيرة جدا، تم إطلاق المبادرة قدرنا في فترة قصيرة جدا أن يتعالج منها رقم كبير، تم الكشف على أكثر من 55 مليون مواطن، ده ما حصلش على المستوى العالم في ظل مصر ونقلتها الكبيرة جدا في الملف الصحي. كلميني من فضلك عن المشروع القومي للجينوم. طب زي ما حضرتك لسه قايل كده أنه السيد الرئيس السيسي مهتم جدا بجانب التعليم لأنه هو ده اللي بيحل مشاكل المجتمع، وبجانب الصحة في مبادرات كتيرة جدا حضرتك لسه تفضلت وشرحتها يعني، ودي مبادرة كمان جميلة ومشروع رائع جدا بيطلق عليه المشروع الأكبر في القارة السمراء أفريقيا، وهيبقى أكيد في مساعدة للدول الأخرى الأفريقية. مشروع ببساطة ابتدى في يونيو 2020، هو بيشتغل على أنه هو يكتشف الجينات الخاصة بالمصريين وقدماء المصريين عشان بتعرف منه حاجات كتيرة جدا تقدر تساعدك في أكتر من جانب. الجانب اللي هو بنتكلم عليه في الحلقة دي هو جانب التعامل مع الأمراض والتنبؤ لو هيبقى فيه أوبئة أخرى إزاي نتعامل معها. يعني حضرتك لاحظت الفترة الأخيرة مع الكوفيد 19 مع كورونا فيروس إنه كان في استجابات مختلفة جدا للناس، لقينا ناس صغيرة جدا بتتوفى، ولقينا ناس صحيح. كبيرة وعندها أمراض كتيرة جدا، ناس مسنة واستجابت للعلاج الحمد لله وموجودة معنا، وما كانش واضح ايه اللي بيحصل. فكان لازم يبقى في دراسه للجينات اللي بتخلي الاستجابه بتاعه كل شخص مختلف عن الشخص الاخر، ده يساعد بقى في حاجات كتيره. يساعد في العلاج مبدئيا، فيساعد الاطباء في حاجه اسمها دلوقتي الطب الدقيق،
انه انا لما اشتغل انا مش هدي العلاجات كلها لكل الناس، لكن انا بقسم الناس، وحاجه من التقسيم عندي الجينات، بقسمهم على اساس ان هو الى اي مدى هم هيستجيبوا لبروتوكول علاج معين، وايه المتوقع ان هم يحصل لهم. بعد التقسيمه دي بقى في حاجه اسمها الطب الشخصي، يعني انا هعمل بروتوكول علاج يبقى مناسب لشخص معين. ما ينفعش لكل الاشخاص، مش بينفع زي ما حضرتك شفت كده احنا كلنا يعني الناس اللي تعبت اخذت صحيح. علاجات كتيره مش بس في الكورونا، في امراض مختلفه لعلاجها زي ما حضرتك عارف اكيد انه الاستجابه كانت مختلفه. خليني اوضح شويه. ناخد مثال زي ما حضرتك تفضلتي، كورونا فيروس البروتوكول كان بيبقى منجز جدا مع مجموعه من الاشخاص ما كانش ليه علاقه بقى بكبر سن او صغر أيوة. سن، وبعض الاشخاص ما كانتش بتستجيب لهذا العلاج. طلع الحقيقه بعض الاراء انه المضادات الحيويه كانت بتؤثر بشكل كبير جدا على انتشار هذا الفيروس في الجسم، فينتهي للاسف الشخص المصاب وما الى ذلك. صح كده؟ انا فاهم صح كده؟ في استجابات كانت مختلفه تماما. صحيح. فواحد من العناصر الهامه جدا كانت الجينات. وحتى ده لو حركت برضو تتفرج عليه في أمراض كتير، أنا بشتغل كنت مؤخرا في علم الأورام فكنا بنتفرج على أنواع مختلفة، يعني في باحثين مصريين شغالين حاليا في أمريكا على سرطان المثانة باعتبار أنه هو موجود بكثرة في مصر، وبرضو بيدرس ليه النوع ده موجود بكثرة في مصر، وهل في أي تدخل ممكن يتم حتى للعوامل البيئية. يعني احنا بنتكلم جينات كعوامل وراثيه، وبنتكلم كمان ان احنا نكتشف لو في عوامل بيئيه ممكن ان احنا نتدخل فيها، او يبقى في تدخل بعدين في العوامل الجينيه. ده برضو نشتغل عليه دلوقتي. خليني اخد الربط اللي حضرتك بداتيه يا دكتور، وهو قدماء المصريين الامراض اللي كانت متوطنه واستمراريتها في العصر الحديث. ايه الربط ده وهل ليه علاقه فعلا؟ ليه علاقه كبيره جدا. ده اللي بيحاولوا دلوقتي، المشروع ده قائم على ان هو يدور على العلاقه دي. يعني المصريين القدماء زي ما حضرتك عارف ده كان من اكتر الناس اللي كانت متقدمه، الحضاره بتاعتنا الفرعونيه اللي احنا بنفتخر بيها. فالناس دي كانت ايه الامراض اللي كانت عندها، كانت بتعالج ازاي. دي طريقه احنا هتبقى ممكن تكتشفها بالمشروع ده، وكمان المصريين احنا حاليا، علشان كده ده تاريخ لينا كلنا سواء مصريين قدماء او احنا دلوقتي في العصر بتاعنا. والمشروع ده على فكره كبير جدا، يعني هو داخل فيه 15 جامعه ومركز بحثي على مستوى الدوله. والسيد الرئيس رصد له 2 مليار جنيه، فاحنا بنتكلم برضو في رقم كويس، في رقم كويس جدا، بدايه رائعه جدا. وهو المفروض ان احنا ننتهي منه مع بدايه 2025. فده مشروع قومي وهيبقى له اثار كتيره جدا. احنا بنتكلم مبدئيا في الطب، ده موضوعنا في الحلقه، لكن في اثار اخرى، اطفال الشوارع. هل انا ممكن ان انا اتعرف، وده مبادره شغاله دلوقتي، ممكن ان انا اتعرف الاطفال دول النسب بتاعهم اخباره ايه، هل الناس دي فعلا ولاد الناس اللي معاهم في الشارع اللي هم بيقولوا كده، اللي هو اللي احنا بقينا عارفينه الدي ان ايه بالظبط عن طريق الدي ان ايه. ما هو كده. ولا في طريقه ان انا اقدر اعرف الاطفال دول مخطوفين وصل بيهم الحال ان هم يبقوا اطفال شوارع، اثبات النسب، حاجات كتيره جدا. فهي ليها جوانب اجتماعيه، ليها جوانب اقتصاديه، حضرتك برضو تفضلت قلتها في البدايه. صحيح. انه الدوله تعرف هتستثمر قد ايه في كل علاج والعائد بتاعه شكله ايه. دي حاجة مهمة، مش مجرد بس ان الدولة توفر علاج، وده برضو رؤية حالية لينا، لكن كمان العلاج ده انا هستثمر قد ايه وهيعود بالنفع على الناس بقد ايه. فاحنا بنتكلم على يعني جوانب مهمة مختلفة جدا. صحيح. اجتماعية وصحية واقتصادية. خليني اروح مع حضرتك للقاعدة المعلوماتية اللي هتعتمدوا عليها، ودي يعني انا بشوفها ان هي اغلى من اي فلوس في الدنيا يعني. بالزبط. وده بالتالي بيديني الارقام والاحصائيات اللي حضراتكم بتشوفوها على الدراسات، في كم مصري عنده ضغط الدم، عنده السكر، عنده الحقيقه الامراض بتاع الخاصه بالقلب، ودي منتشره بشكل كبير جدا خاصه في سن معينه من سن المصريين. الامور دي كلها الحقيقه هتاخد مجموعة كبيرة جدا من المعلومات والعينات للدراسة يعني. بالظبط. كلميني عن ده ازاي، واعتقد لما يكون دولة عندها القاعدة المعلوماتية الضخمة جدا في ملف زي الملف الصحي، اعتقد ان احنا نقدر ناخد قرارات مهمة جدا وسريعة في نفس الوقت. بالظبط كده. هو بيحاول يشتغل على خطوة قبل شوية، مش بس كام واحد عيان بأنهي مرض، لكن الجينات اللي بتخلي حضرتك او انا او اي حد معرض للإصابة بالمرض ده اكتر من الباقي. يعني حاجة زي خطوات استباقية. فده هيبقى فيه عينة عشوائية ممثلة للمجتمع المصري ككل من كل المحافظات، والعينة دي هتتاخد الأول الناس أصحاء كويس. وبعدين هيبقى زي بتتحط في قاعدة بيانات رقمية
دون الدخول في تفاصيل تقنيه كتيره يعني، لكن هو ده مجال شغلنا، فده هيبقى موجود في قاعده بيانات. وبعدين هيتاخد عينه اخرى من الناس اللي مصابه بامراض مختلفه، وهتبقى المرجعيه احنا نشوف المقارنه ما بين الاصحاء والناس اللي هي اصيبت بامراض قلب او انواع معينه من السرطانات او اي مرض اخر او الزهايمر. اوكي، وهيتناقش الكلام ده بحيث انه يبان الجينات اللي هي موجوده اكتر عندنا كمصريين اللي بتخلينا معرضين لامراض معينه، وتقدر انك انت تقسم حتى داخل المصريين لفئات معينه اشتغل عليها. طيب خليني اوضح برضو عشان يعني زي ما فهمت حضرتك صححي لي من فضلك، يعني احنا بنتكلم انه دراسه الجين بتاعه الانسان المصري بتختلف من انسان لانسان. ممكن انا في دراسه الجينات بتاعتي اتحط في كاتيجوري، الكاتيجوري دي لا والله يا طارق انت ممكن تاخد الدواء الفلاني ده عشان ده هياثر معاك على اللونج ران او على المستوى او المدى البعيد، انك انت لو اتعرضت للمرض كذا وكذا وكذا هنقدر ان انت تواجه هذا المرض. انا كده فاهم صح؟ ماشي. ماشي. هي الفكره كلها ان احنا كلنا ممكن نتقسم لمجموعات اصغر. مجموعات دي معرضه اكتر نتيجه لوجود صفات وراثيه وعوامل بيئيه، معرضه اكتر ان هي تكون تصاب بامراض معينه. وبعد كده لو حد اصيب لا سمح الله، يبقى انا لما هشتغل اشتغل على حاجه اسمها patient centered medicine، يعني هيبقى البروتوكول ده مخصص لستك. بروتوكول علاج، يعني احنا بنبتدي من الاول من قاعده كبيره لقاعده اصغر شويه. ده الاتجاه دلوقتي في العالم كله، انه الطب الدقيق والطب الشخصي، مش مجرد ان انا هجيب علاجات واديها للناس كلها بنفس الطريقه، لانه اكيد استجابه الناس مختلفه. صحيح. بس هتتقسم مجموعات الاول وبعدين لاشخاص. طيب احنا دايما بنسمع ان السكر مرض وراثي، يعني لو موجود عند الاب او الام او الجد ممكن يتنقل للاحفاد. بنسمع عن انه الصلع مثلا وهو مرض وراثي. بنسمع عن مجموعه انواع معينه من السرطانات، انواع معينه من السرطانات اذا كانت موجوده لا قدر الله في الام ممكن تنقل الى الابن او الابن وما الى ذلك، يعني صح كده؟ صح تمام. اتفضلي. انواع امراض اخرى زي الالزهايمر، وده انتشر عندنا بصوره كبيره، يعني هو بان دلوقتي. الاول اعتقد ما كانش بيشخص لان تشخيصه صعب جدا. احنا اشتغلنا من فتره على الحته دي باستخدام الذكاء الاصطناعي عشان تقدر تشخص، لانه مش دايما بيتشخص بسهوله من الاول. الالزهايمر في اختلافات ما بين انواع معينه من الامراض، فمتبقاش بسهوله قوي التشخيص، وهنا بيجي دورنا كنظم معلومات وكذكاء اصطناعي، انه لو حضرتك عايز تشتغل على الخريطه الجينيه حضرتك متخيل كم البيانات اللي هتدخلها تبقى قد ايه؟ نتكلم على بيانات كتيره جدا. جزء من شغلنا احنا كذكاء اصطناعي ان تشتغل على حاجه اسمها اناليتكس، يعني تحليل دقيق للبيانات دي، تقدر تطلع بيها الكاتيجوريز او المجموعات اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ممكن تكون عرضه اكتر للاصابه بانواع معينه من الامراض. ده بيقتصر على الانسان فقط ولا الانسان مع بيئته ولا الانسان مع التكوين بتاعه مع البيئه والمجتمع والمنطقه الجغرافيه اللي بيسكن فيها؟ بمعنى انه في بعض الدول بيجي لها مجموعه من الامراض هم بتاعتهم هم بس، يعني لا تنقل لدول تانية. يعني احنا ممكن يكون كده، ممكن تكون خريطه داخليه نقدر نقول انه مثلا وجه قبلي بيصاب بمجموعه من الامراض المعينه ما بيصابش بيها وجه بحري مثلا. العوامل البيئيه ليها تاثير، ده اللي اكتشفوه، علشان كده العينه اللي هتتاخد هتبقى ممثله لجميع المحافظات في مصر، لانه في عوامل هتختلف وجه قبلي عن وجه بحري عن اماكن كتيره. يعني لازم حضرتك تلاقي العنصر ده داخل معانا، واحد من الدايمنشنز او الابعاد اللي احنا بنشتغل عليها في التشخيص. لما بنكون بنتعامل مع الجزء ده، انا طبعا انا مش طبيبه، انا شغلي في المعلوماتيه الصحيه، او شغلي في استخدام حاليا الذكاء الاصطناعي والتعلم الدقيق في الامراض في الجزء ده، ازاي ان احنا نوظف الادوات دي علشان تساعد سواء تشخيص مبكر او ان احنا نعرف العوامل اللي هي بتخلي شخص عرضه للاصابه اكتر من حد تاني، او انه يبقى في نوع من التوقع لاستجابه المريض لبروتوكول معين. طيب الوقايه خير من العلاج دايما، اكيد هذه المقوله الاصح والافضل على الاطلاق يعني. وطبعا فيروس كورونا يعني اظهر لنا مجموعه من الحقيقه الممارسات والعادات اللي احنا كنا بنمارسها بشكل خاطئ الحقيقه، سواء في الغذاء سواء في علاقاتنا الاجتماعيه، احنا بنشوف بعض نسلم على بعض، القبولات، الحاجات دي كلها الحقيقه قلت كتير مع فيروس كورونا. ووقف حاجات كتير ووقف حاجات كتير جدا يعني.
ده تاريخه ايه في مصر؟ وطبعا مصر من ضمن دول كتير جدا مرت بهجمات من الاوبئة على المستوى العالمي. يعني انا افكر حضرتك مثلا الانفلونزا الاسبانية اعتقد اللي حصدت اكتر من 20 مليون شخص على مستوى الكرة الارضية. يعني كلميني عن دور مصر وتاريخها في الجزء ده. ما هو الدور اللي بيتم دلوقتي انه عن طريق المشروع ده، ده مشروع قومي كبير جدا، انه حضرتك هيبقى عندك نوع من التنبؤ بالاوبئه اللي ممكن التنبؤ. ايوه هو ده جزء بتاع ده التدخل او المساهمه بتاعه الشغل بتاعنا كذكاء اصطناعي، ان هو بيطلع لحضرتك مؤشرات مستقبليه يقدر متخذ القرار في المنظومه الصحيه يتعامل معاها. يعني هو مش هيستنى لغايه لما تيجي الوباء وبعد كده بعد ما يجي يبتدي يشوف هيجيب له انهي علاجات وهيبقى جاهز ازاي، لكن هو هيبقى عنده توقع ايه اللي ممكن يحصل وتوقع لاستجابتنا احنا كمصريين بالمجموعات المختلفه بتاعتنا للبروتوكولات العلاج اللي هتبقى موجوده، وبالتالي هيقدر ان هو يستثمر بدري شويه في الجزء ده. فالكورونا مع انها كانت شيء سيء جدا، لكن ممكن نقول ان هو كان له نتائج ايجابيه، منها ان احنا التركيز على المنظومه الصحيه بالمنظر ده اكتر من الاول كمان، وانه بعد كده احنا هنتوقع ايه اللي بيجرى وهاخد اجراءات استباقيه. غير ثقافتنا يا دكتوره في غير ثقافتنا في حاجات كتير قوي. هو خلينا نتقبل احنا مثلا في الجامعه، خلينا نتقبل التعليم الالكتروني. احنا طبعا ما زلنا بنحب نشوف الطلبه بتوعنا، لكن خلينا ان احنا نبص انه ممكن يكون في طرق اخرى للتعامل ممكن انها تصل في يوم من الايام لنفس الكفاءه. العلاج الجيني او معرفه ماهيه الجينات داخل جسم الانسان ده علم مستقل بذاته ولوحده تماما، يعني يقدر يساعدني في علاج الامراض المستعصيه زي ما بنقول في امراض خلاص يعني تاريخ طويل جدا وسنين طويله جدا العلماء احتاروا الحقيقه في وجود علاجات ليها. نقدر نعمل ده في مثل هذا المشروع القومي الكبير؟ هو زي ما بقول لحضرتك هيبقى في نوع او شق تنبؤ، ويبقى في شق تاني انه انا هبقى عارفه انهي علاج هيبقى مناسب، فانا هشتغل على الامراض المستعصيه والمستوطنه، واشتغل كمان على التنبؤ بالفتره الجايه ايه اللي ممكن الاوبئه اللي بعد شر كده فالدوله تجنة. تجهز فالدوله تبقى جاهزه بالعلاج، تقدر بالعلاج تطعم بالاماكن فتمر الازمه على الف خير. صحيح بالزبط. بس هو الموضوع مش بهذه البساطه. يعني هو في تحديات كتيره جدا جدا جدا، انه كم الهائل من البيانات اللي احنا المفروض نتعامل بيها، الالجوريزم او الخوارزميات اللي احنا هنبقى بنستخدمها، الى اي مدى الكلام ده على ارض الواقع هيتعمل له حاجه اسمها اسسمنت احنا بنعملها للشغل بتاعنا او تقييم قبل ما تطلع نتائج. وفي جوانب بقى يعني هامه جدا في المشروع ده، الجوانب الاخلاقيه. الجوانب الاخلاقيه ايوه، والجوانب حمايه البيانات دي، علشان كده زي ما حضرتك قلت في البدايه ده هيبقى تحت اشراف القوات المسلحه. هيبقى مركز البحوث الطبيه، والطب التجديدي هو اللي مشرف على الكلام ده لان ده امن قومي. اكتر حاجه عجبتني في هذا اللقاء هو ان احنا حطينا رجلينا على الخطوه الاولى والصح عشان نقدر نواكب ما يحدث ونعالج ملف من اهم الملفات وهو الملف الصحي. دكتوره نيفين اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. شكرا لحضرتك. واعتقد ان هي كانت اضاءه كانت سريعه جدا، لكن احنا بنتكلم على الامل القادم دائما وان احنا نكون فعل ولسنا رد فعل. ده كان جزء مهم جدا من حواري مع الدكتوره نيفين مكرم استاذ علوم الحاسب ورئيس قسم الحاسب باكاديميه السادات. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك. شكرا جزيلا لحضراتكم ايضا على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله اسره جديده. الى اللقاء.